طبعا حسب الاستعاذة بالمخلوق إذا كان في شيء لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا كانت الاستعاذة بمخلوق في شيء يقدر عليه هذا لا بأس به، كأن تعوذ برجل ليحميك من أناس يريدون إيذائك هذا لا بأس به، وقد استعاذت امرأة بأم سلمة واستعاذت المخزومية بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الاستعاذة إذا كانت في شيء لا يقدر عليه إلا الله هنا تكون شركا، أو الاستعاذة بميت أو غائب كذلك تكون شركا. نعم.